وهذا التقرير ينصب في كيفية أو الجهات المعنية والرسمية كيفية كيف تعاملت مع المال العام. بتكلم عن نقطتين أساسيتين: أهمية وأهداف تقرير ديوان الرقابة المالية للتذكير فقط ما هو الهدف من هذا التقرير، والسؤال الثاني هل لحاول أن أجاب عليه، هل ما يكشفه تقرير ديوان الرقابة المالية من مخالفات وتجاوزات التي بين قوسين التقرير سماها مخالفات وتجاوزات، هل جميعها قضايا فساد أم أنها أو غالبيتها مجرد مخالفات اعتيادية تحدث في أي مؤسسة أو في أي بلد كان؟ كما نعرف جميعا أن ديوان الرقابة المالية أنشئ بموجب المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2002 في إطار سعي الدولة لاستكمال مؤسساتها الدستورية وبدأ الديوان أعماله في بادرة غير مسبوقة في أكتوبر 2002 في مهمة في غاية الأهمية وهي والتي افتقدناها لسنوات طويلة وهي الرقابة على أموال الدولة وأموال الجهات المنصوص عليها في المادة 4 من القانون، وبالتحديد تقع على عاتق الديوان التحقق بوجه خاص في الأمور التالية: سلامة ومشروعية استخدام أموال الدولة، حيث أن هذه الأموال خط أحمر لا يمكن لأي شخص كان التلاعب بها، والنقطة الثانية حسن إدارة الأموال العامة. أنا أنقل هاي من الموقع الإلكتروني لديوان الرقابة المالية: حسن إدارة الأموال العامة، فإن إدارة هذه الأموال بالطريقة السليمة هو شرطا أساسيا للتقدم والنمو والاستقرار وتعزيز الثقة في الاقتصاد. ثلاثة: سلامة وملائمة الإجراءات الإدارية، ومن ثم التحقق من الاستخدام الأمثل لمرافق الدولة وفحص ومراجعة القرارات الصادرة بشأن التعيينات والترقيات ومنح العلاوات والمرتبات وغيرها من الأمور المتعلقة بالموارد البشرية بموجب المادة 6 من قانون الديوان. لماذا اهتم المشرع بالمال العام؟ أنا ابتدأت بأهمية المال العام. فالمشرع اهتم بالمال العام سبب لأن المال العام كما نعرف جميعا هو عصب الدولة وعماد نهضتها، ولهذا السبب أحاط المشرع المال العام بسياج من الحماية الدستورية والقانونية والرقابية اللازمة لضمان جبايته وحسن إنفاقه دون إسراف أو تبذير فيما يدعم الدولة والمجتمع ويعود إليه بالنفع. إذن الحفاظ على المال العام كما تقول لنا المادة والدستور هو أمان وضمان لتحقيق النمو والاستقرار، بدون ذلك لا يمكن تحقيق التنمية والاستدامة، تنمية الاستدامة والاستقرار. النقطة الثانية: لماذا اهتم المشرع بالمال العام؟ لمحاربة الفساد الإداري والمالي بكل أشكاله، بدءا من عملية النهب للمال العام ووصولا إلى التقاعس في الاهتمام به والالتزام باستخدامه بفاعلية وطبقا للقانون. ماذا عن تقرير السنوي لديوان الرقابة المالية التي نتكلم عن الآن عن تقرير رقم 15؟ وفي كل عام نأتي هنا أو أماكن أخرى نتكلم عن تجاوزات والمخالفات التي سماها التقرير هي تجاوزات.
أنا في اعتقادي ونتفق جميعا أن هذا التقرير وحسب شهادة الجميع تم إعداده بحنكة مهنية فائقة. التقرير كالمعتاد جاء بتجاوزات عديدة وفي كل الوزارات بدون استثناء والجهات الرسمية تقريبا. هذه التجاوزات كما نعرفها ليست بجديدة علينا، بل بعض من الوزارات توسعت في تلك التجاوزات. إذن التقرير في اعتقادي إنجاز لا يترجم للواقع. فهناك حاجة لمزيد من التأصيل والبحث في الكثير من المخالفات التي ذكرها التقرير والذي لم يفسرها التقرير بشكل واضح. هذا التقرير لم يترجم إلى دراسات، مثل هذا التقرير الضخم يفترض تطلع منه دراسات كثيرة عن كل، ويتفنن الباحثون في معرفة أسباب ومسببات المخالفات وتكرارها. فهذا التقرير لم يترجم إلى دراسات ولم يتم الاستفادة منه غير عرضه في الصحافة ومناقشته في بعض الفعاليات، على الرغم من أهميته ومهنيته الفائقة، لأننا لم نستغل هذا التقرير أفضل استغلال. إن الاهتمام بهذا التقرير وتنفيذ توصياته أو ملاحظاته يعني ترجمة الأقوال إلى أفعال، يعني الأموال التي صرفت في إعداد التقرير لم تذهب سدى، يعني تعزيز الثقة في الاقتصاد، يعني وقف تلك المخالفات، يعني المحافظة على الأموال العامة. والاهتمام بهذا التقرير يعني أيضا أننا نسعى أو يجب أن تحقيق الأهداف، أهداف التوازن المالي، زيادة كفاءة المال العام، ويعني تعزيز الاحترام للمال العام، ويساهم في وقف العجز المالي وخفض الدين العام. معناته لو كان هناك اهتمام ودراسة المخالفات ومعالجتها ووقفها، أنا أعتقد سوف يساهم كثيرا في حلحلة كثير من الوضع المالي للدولة. هناك تطور إيجابي حصل خلال الفترة السابقة فيما يتعلق بتقرير ديوان الرقابة المالية، وجاء ضمن برنامج التوازن المالي، حيث أعطى برنامج التوازن المالي دورا أكبر لديوان الرقابة المالية، حيث أناط إلى الديوان بالإضافة إلى عمله الروتيني استحداث آليات لمتابعة تقارير ديوان الرقابة المالية، وهذا أنا أعتقد والإداري، وهذا أنا أعتقد شيء إيجابي، وهذا سوف يضمن اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الملاحظات الواردة فيها في التقرير بما تستوجبه ضرورة وواجب الرقابة الذي تعتمده الحكومة في كافة أجهزتها. النقطة الأخيرة أريدها، هل ما كشفه تقرير ديوان الرقابة المالية من مخالفات تأتي ضمن تحت عنوان الفساد المالي؟ أنا أعتقد للإجابة على هذا التساؤل، وحتى لا يتهم أحد أي وزارة أو جهة معنية بالتلاعب بالمال العام أو عدم استخدامه، أعتقد أننا في حاجة ماسة لقانون يعرف الفساد أولاً ويبين الخلاف ما بين المخالفة التي سماها التقرير مخالفة وتجاوزات وبين الفساد المالي. يعني جميع تقارير ديوان الرقابة المالية 15 كشفت مئات من القضايا المالية الخطيرة فعلا، ولكن تحت عنوان تجاوزات أو مخالفات. فقد تشابه علينا الأمر بين أن نسميها مخالفات
أو تجاوزات، ومن ثم نأمل أن يتم تصحيحها. إن كانت تجاوزات نأمل أن يتم تصحيحها من خلال تنبيه الجهة المعنية، أو أم أنها أخطر من ذلك، فقد تكون ترتقي إلى مرتب إلى الفساد، فهنا يجب التعامل معها لغرض حفظ المال العام. كما تقرير التنمية في العالم يعرف الفساد، هناك عدة تعاريف أساس بعدين أروح أعطي أمثلة لبعض المتجاوزات. الفساد هو استخدام الوظيفة العمومية لتحقيق مكاسب شخصية، أو سوء استخدام الوظيفة العامة للحصول على كسب خاص، أو سوء استخدام المنصب لغايات شخصية. التقرير لا يكشف أن هناك استغلال المنصب للوظيفة العامة للحصول على كسب خاص، ولا نهب للمال العام. تعريف آخر هو يعرف الفساد انتهاك القوانين والانحراف عن تأدية الواجبات الرسمية في القطاع العام، وهو أيضا ويعرف الفساد أيضا هو الإخلال بشرف الوظيفة ومهنيتها. ما نعرفه حقا هو أن تكرار المخالفات أو التجاوزات التي جاء بها التقرير مكلفة للغاية، وتؤدي إلى تفاقم الأزمة المالية التي يعاني منها الاقتصاد الوطني والناجمة عن تدهور أسعار النفط. وما نعرفه أيضا أن هذه التجاوزات تعيق النمو وتزيد من العجز المالي، وأن هذه التجاوزات في ظل عدم معالجتها تتعارض مع أهداف برنامج المالي، كما أن هذه التجاوزات تتعارض أيضا مع سياسة التقشف التي تتبعها الدولة، والتي أثرت سلبا على المستوى المعيشي للمواطن وخاصة ذوي الدخل المحدود. الغرض من القانون اللي عرف المفهوم الوطني للفساد، وحتى لا يعني قصدا عن قصد او غير قصد نتهم جهة معينة بارتكاب فساد، على سبيل المثال كما جاء به التقرير، انا اريد القانون يفهم لي هاي فساد ولا مخالفه او تجاوزات. اعفاءات من الرسوم البلديه لاشخاص لا يستحقون ذلك، هل اسميها تجاوزات ام القانون؟ خلي القانون، اذا ما عندنا مفهوم واضح للفساد فاحنا نحتاج نفهم ان هذه تحت عنوان مخالفه تبقى مخالفات او تجاوزات او فساد. 2.5 مليون خسرتها البلدية من بيعها للزوايا، ونحن في أمس الحاجة لمثل هذه الأموال لتغطية العجز وعدم الاقتراض. إذا حصلنا 2.5، ما بتروح الدولة تقترض، بتخفض الاقتراض بمقدار 2.5 مليون. المخالفة الأخرى، الشيء الآخر اللي نحتاج إلى نبن تصنيفها سواء متجاوزات أو فساد، موظفين في تمكين لديهم سجلات تجارية نشطة دون أن يفصحوا عنها. الشيء الآخر نحتاج إلى أيضا فهم منح موظفين من البلديات علاوات سيارة رغم تخصيص سيارات لهم من الوزارة. فان احنا اما نغض النظر عن هذه التجاوزات ونقول هي تجاوزات نعطيهم تنبيه بصلحنا بالتصحيح، او نسميها بمسمياتها. اساتذه غير بحرينيين يحملون شهادات من جماعات غير موصى بها وغير معترف بها في الوقت الذي ترفض فيها بعض الخريجين من البحرينيين لان شهاداتهم مو معترف بها. الشيء الآخر اللي فصح عنه التقرير
ترأس وزير النفط مجالس إدارة بابكو والقابضة، حيث يرى التقرير أنه لا يتماشى مع قواعد الحوكمة. وأنا حيران أيضا أن هل أسميها مخالفة أم لا. قيام كل من أمانة العاصمة والبلديات الثلاث بإعفاء عدد من الأشخاص من دفع الرسوم البلدية رغم عدم استحقاقهم لذلك. والأدمر من ذلك، وإحنا في ظل يجب أن تكون هناك حرص للاستخدام الأمثل للموارد، نرى أن هناك 137 مليون مكعب من المياه المعالجة ثلاثيا ترمى في البحر، وكمية المياه التي تتسلمها محطات الصرف الصحي في المملكة تتجاوز طاقتها الاستيعابية بنسبة تصل إلى 168%، الأمر الذي يؤدي إلى إنتاج مياه غير مطابقة للمواصفات البيئية وتلوث البحر. وكثير، وطيران خليج على سبيل المثال، ونحن جميعا حريصين على أن تكون هذه الشركة شركة وطنية تخرج من أزماتها المالية لتكون شركة منافسة في المنطقة. نرى أنها تخسر 393 ألف تذكرة، بمعنى آخر إذا افترضنا فرضيا يعني سعر تذكرة الواحدة 100 دينار، فإن الخسائر فقط في هذه التذاكر قد بلغ 393 ألف دينار. وهذه الشركة أيضا كما جاء، أنا أذكر هذه لأن إحنا أنا شخصيا متحير هل أسميها فساد ولا لا أو تجاوزات. طيران الخليج تنفذ عمليات شراء تتجاوز 50 ألف دينار دون مناقصات، وهكذا. في وزارة الأشغال على سبيل المثال هناك هدر مالي وعدم تحصيل إيرادات مستحقة تقدر ب 39 مليون دينار في الوقت التي تفرض فيه الدولة رسوما وضرائب جديدة لزيادة إيرادات الميزانية العامة وسد العجز المالي وتخفيف الدين العام. حتى في التعليم، ونحن حريصين وجميعا حريصين والدولة أيضا حريصة على أن يكون التعليم في مستوى جيد ويستطيع أن يخرج كفاءات، نرى مجلس التعليم العادي لا يقوم بعرض مؤهلات أعضاء الهيئات الأكاديمية في الجامعات من غير البحرينيين على اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات قبل الموافقة على طلبات توظيفهم، حيث يقوم فقط بإحالة عددهم إلى بتوظيفهم دون عرض مؤهلاتهم إلى اللجنة الوطنية. هناك ارتفاع رصيد متأخرات الإيرادات المستحقة لشركة نفط البحرين باكو ب 295 مليون دولار في نهاية 2014 إلى 693 مليون دينار نهاية 2017، أي زيادة بنسبة 135%. إذا هذه نماذج، وهنا هذا لا يمثل 5% من التجاوزات التي كشف بها التقرير. الأمر الذي يعني يقف عنده التقرير أو لا يفسره التقرير أو لا يخطو الخطوة اللي نحتاج أن نتمنى منها أن التقرير يأخذها، يسمي المسميات بمسمياتها. هل هذه تبقى مخالفات؟ والمخالفات لا ترتقي إلى محاكمة مثل ما قال أخي وزميلي. ولكن لو كان هناك قانون ومفهوم واضح للفساد المالي لا أعتقد سمينا هذه المخالفات بمسميات أخرى. وشكرا لكم.